السلام عليكم شباب، شلون صحتكم اليوم؟ ان شاء الله تكونون بخير. طبعا اليوم حاب اقول لكم على شغله، وهي مثل ما تشوفون هذا التصميم اللايفرس لسياره الموستنج شيلبي. طبعا هذا التصميم اللي انتم تشوفوه، هذا التصميم استغرقت به، طبعا تصميم الي يعود للسياره، استغرقت به تقريبا ما يعادل 8 ساعات اكثر بشوي، يعني 8 ساعات نقدر نقول بشكل متقطع، مو يوم ورا يوم، يعني تقريبا 4 أيام لمدة 8 ساعات حسب وقتي. يعني قدرت اشتغل على هذا التصميم مثل ما تشوفون الكنايت، هذا شعار الحصان، ولا هذا اللي موجود تمام، هذا هو الشعار، عبارة عن شعار او تصميم نقدر نقول لايفرس مثل ما موجود باللعبة. يب شباب، مثل ما تشوفون راح اشوفكم شنو الفكرة ومنين قدرت انا اصمم هذا التصميم، والدليل انه انا احب سيارات المصغرات، كل ما احبه في حياتي انه انا احب السيارات، طبعا اغلب السيارات والتصميم والتعديل الرياضي، بس حبيت اليوم اصمم وبلش ويا السيارات اللي انا اشتريها من مصغرات تابعة للشركات. طبعا هذا التصميم من سيارة المونسينج، راح ارفق ويا هذا الفيديو تصوير خاص للسياره الموستنج الشيلبي جي تي 500 التابعه لشركه هوت ويلز مثل ما تشوفون بالفيديو. تمام شباب، مثل ما تشوفون هاي السياره اللي قدامكم هي السياره التابعه لهوت ويلز من المصغرات. هذا التصميم اللي موجود قدامكم بالفيديو هو نفس التصميم اللي موجود تذكروه باللعبة لايفرس اللي قلت لكم عليه. تمام، نرجع للعبة ونكمل ونشوف التصميم. رجعنا لكم يا شباب بعد ما شفتوا السيارة والفيديو وتأكدتوا انه انا احب التصميم اللي موجود، وان شاء الله اللي يريد هذا التصميم راح يقدر يحصله، وراح اصمم على السيارات الباقيه اللي عندي تابعه لشركه هوت ويلز من المصغرات اللي اشتريها. شكرا لكم يا شباب، وشكرا لمتابعه قناتي، ان شاء الله تعجبكم الفيديوهات، وان شاء الله اقدم لكم شرح مضمون لاي شيء تريدوه، اي سؤال اي استفسار اتركه بالتعليق، وان شاء الله راح تكون تجمعات عن قريب بعد ما يلتمون الشباب، وراح يشوفون تصاميم جديده للسيارات، وان شاء الله راح تكون شيء ممتع بالنسبة للي راح يتذكروه وغيره. شكرا لكم حبايب.